السلام عليكم طلاب. طلاب هسه راح ناخذ طرق التحليل للترانزستور البي جي تي بالاي سي. اول طريقه عندي الفيكس بايز. فيكس بايز هاي الدائره طلاب تشوفون قدامكم هنا، هاي شكل الدائره اللي ما بيها مقاوم بالايميتر. شو راح يصير شكلها بالاي سي؟ هذا شكلها بالاي سي تمام. ار بي توازي ويا الاتش اي اي، والاتش اف اي توازي ويا الار سي. شو راح نحسب الاتش بارامتر والار بارامتر؟ نجي نحسب الاتش بارامتر. احنا اربع شغلات لازم نحسبها بالتحليل بالاي سي: الزت انبوت والزت اوتبوت والاي في، الفولتج جين والكرنت جين. بال اتش بارامتر زت انبوت توازي ويا الاتش اي اي، تشوف الرسم يعني قانون توازي. الزت اوتبوت ار سي توازي ويا الار او. الار او اذا اعطيك اياها بالسؤال اوكي، اذا ما اعطيك اياها ما تحسبها، راح نقلك تهمل لان هي قيمتها قليله. الفولتج الاي في فولتج جين ناقص اتش اف اي في الار سي، اطلع الار سي ويا الار ال ار لود ويا الار او. هذني اخذ التوازي اطلع قيمه واضربها في الاتش اف اي على الاتش اي اي. اربع ثلاث قوانين. الرابع الاتش اي اي هو الاتش اف اي نفسيته، الاي اي الكرنت جين هو الاتش اف اي. بالار اي موديل زت انبوت ار بي توازي البيتا ار اي، مثل ما كتبنا من ساعه وقلنا كل اتش اي اي هو بيتا ار اي، راح نشيل الاتش اي اي نخلي بيتا ار اي. الزت اوتبوت هو نفسه الزت اوتبوت بال اتش بارامتر الفولتج جين. كل اتش اف اي على اي اي هو واحد على ار اي، معناتها الجين قيمة المقاومات توازي مقسومة على ار اي، وال اتش اف اي هو وحدة يساوي بيتا، يعني الاي اي يساوي بيتا. هنا امبورتنت نوت، اذا عندي ملاحظات مهمة، اذا ما انطي بالسؤال اتش اي اي شلون احسبها؟ احنا عندنا الاتش اي اي هو بيتا ار اي تمام، بيتا تعطى. الار اي شلون احسبها؟ الار اي قانونها 26 ملي فولت على اي اي. راح اروح هنا أنا اشتغل بالدي سي، اطلع قيمة الاي اي واجي اعوضها بهذا القانون حتى احسب الار اي حتى اطلع الاتش اي اي. معناتها انا عندي بالدي سي راح تتذكرون الاي سي هو نفسه تقريبا الاي اي، والاي سي هو بيتا اي بي تمام. الاي بي يا اما هو نفسه الاي سي على بيته، لو اروح اطلع من الاوتبوت لوب الاي بي يساوي الفي سي سي ناقص اي بي اي اي بي اي بي سي على في بي سي على ار بي. يعني هنا راح اشتغل اي دي سي يلا اروح للاي سي. الطريقه الثانيه هو الكومن اميتر اند باي باس. اند باي باس يعني ار اي اخذها بالحسبان. هذا شكل الدائره بالدي سي بالاي سي العفو. القوانين هنا راح احسب الفي انبوت حتى اطلع الزت بي بالار اي موديل والاتش بارامتر. الزت بي بالاتش موديل الاتش بارامتر هو الاتش اي اي زائد واحد واحد زائد في العفو في هنا زائد واحد زائد اتش اف اي في الار اي، معناته هذا طلع القيمه مالته واجمعها ويا الاتش اي اي، ونفس الشيء بالار اي موديل. القوانين مالت الاتش بارامتر زد انبوت هو الار بي توازي الزد بي، زد بي حسبناها من الخطوه السابقه، والار سي توازي ويا الار او. يبقى الاي في هو ناقص اتش اف اي على الزد بي، هذا كله مضروب في الار سي توازي ويا الار ال توازي ويا الار او. الكرنت جين هو الاتش اف اي في الار بي على الار بي زائد الزد بي. نجي على الار اي موديل. شوف الار اي موديل نفس الاتش بارامتر بالنسبه للزد انبوت، بس هنا الزد سمول بي راح تختلف الطريقه، راح نطلعها بهذا القانون الثاني. زد اوتبوت نفس القانون ماكو فرق، الفرق بالجين فولتج جين هو ناقص بيتا على الزد بي مضروب في الار سي توازي الار او توازي الار ال.
الـ IA هو بيتا RB على RB زائد ZB small. طلاب هذه هي القوانين يعني الرئيسية، يعني عند أربع متغيرات نحسبها بالـ AC parameter. شكرا طلاب.